ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال، من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله. والأول أن يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه الله، لا يبالي بالحرم الله، هذا هو الكافر. أما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام، ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بسلوك الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على الزنا يتوب، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد ما يعذب لا يخلد، بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو الحب لوالديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، المستحل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافرا. وأما الذي يفعله ولا يستحله، يزني ولكن يعلم أنه عاصي، أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس بكافر. وكذلك من عق والديه، ضرب أمه أو أباه أو سبهما، ويعلم أنه عاصي ولكن علمه هواه ونفسه الأمر بالسوء، هذا يكون عاصي. أما لو قال إن حلال أن يضرب أمي، حلال يضرب أمي، يكون كافرا. لا لا لا، هو واضح هذا الحديث الصحيح.